المصلحة مش ديكية، المصلحة مش ديكية، وبتتقسم على الحرمية، وبتتقسم على الحرمية. انت رايب يا غليان، انت رايب يا غليان، انت رايب يا غليان، انت رايب يا غليان. من نون يراوي ولا بنخاف ولا بنطاطي، ولا بنخاف ولا بنطاطي، ولا بنحب الصوت الواطي، ولا بنحب الصوت الواطي. علوا 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 الصوت، علوا 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 الصوت. اللي بيهتف مش بيموت، اللي بيهتف مش بيموت. ولا بنخاف ولا بنطاطي، ولا بنخاف ولا بنطاطي، ولا بنحب الصوت الواطي، ولا بنحب الصوت الواطي. أنا مش جبان، أنا مش جبان، أنا مش جبان، أنا مش جبان. أنا ضد الظلم والطغيان، أنا ضد الظلم والطغيان. أنا مش جبان، أنا مش جبان، أنا مش جبان، أنا مش جبان. أنا ضد الظلم والطغيان، أنا ضد الظلم والطغيان. بسم الله الملك الحق، بسم الله الملك الحق، بسم الله الملك الحق، بسم الله الملك الحق. جينا نقول للظالم لا، جينا نقول للظالم لا. بسم الله الملك الحق، بسم الله الملك الحق، بسم الله الملك الحق، بسم الله الملك الحق. جينا نقول للظالم لا، 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 جينا نقول للظالم لا. نقول له كبيرة، نقول له كبيرة، بيتك أولى من الحصيرة، بيتك أولى من الحصيرة. يا علان نقول له كبيرة، يا علان نقول له كبيرة، بيتك أولى من الحصيرة، بيتك أولى من الحصيرة. أنت رايب قال كلمتها، أنت رايب قال كلمتها، ده الدميرة اللي خربتها، ده الدميرة اللي خربتها. دلوقتي في منصور نزل لضراب المبيعات بوقف ثلاثة، أنا مش فيهم. أنا اسمي محمد رافض عبد الله، مأمور بمكافحة التهرب الضريبي. لو هو راجل يحطني معاهم، لو هو راجل يحطني معاهم. أنا اسمي مش فيهم، لو هو راجل يحطني معاهم. أنا مع زمايلي وبايت معاهم، وأنا مع زمايلي. إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة. نجيب حقهم، يقولوا قبلهم، نجيب حقهم، يقولوا قبلهم، نجيب حقهم، يقولوا قبلهم. محمد احمد رئيس النقابه المستقله للعاملين بالضرائب العامه بالقاهره. زي ما انت شايفه دلوقتي محمد، النهارده اليوم التاسع للاعتصام، النهارده اليوم التاسع للاعتصام، وقابل هذا الاعتصام الشريف من مجموعه معتصمه بقرار همجي، بقرار همجي. لا لا ادرى لا اوصفه الا قرار همجي. ما بيحطش مصلحه، ما بيحطش مصلحه الدوله، وانما بيسيء الى الدوله. هذا القرار قرار معيب، قرار معيب، عشان يرضى عليه وزير الماليه بالشكل دوت، على ايقاف المعتصمين بالخيام والمدربين بانه يوقفهم عن العمل وتحويلهم الى النيابات. هذا قرار معيب، ان دل بيدل على وجود مبارك وحشيته بقوه المتمثله في شخصيه السيده منيره العادي وحمايتها للفساد في المصلحه. وانا بحذر، بحذر للمره الاخيره المجلس العسكري، مصلحه الضرائب، المصلحه السياديه، المصلحه السياديه دي بتمثل الامن القومي المصري. خط احمر نفذوا مطالب العاملين المشروعه، ليست مطالبنا فهويه، مطالبنا مشروعه، بنقابل بالايقاف والتحويل الى النيابات، علشان بنقف ضد الفساد، بنطلب حقوق عاملينا ورعايتهم الصحيه، ووقف النهب الموجود في مصلحه الضرايب. كان جزائنا وجزاء العاملين الايقاف والضرب، والضرب حرام. هذا القرار ظالم. ارجو من المجلس العسكري، ارجو من المجلس العسكري انه يتخذ القرارات التي تعود على الشعب المصري بالنفع والخير، وليس هذا القرارات التي تتخذ من وراء الكواليس. كفايانا بقى، حرام.
احنا بعد 25 الى الان لم نذق حلاوه الثوره في اي مكان في عمل اداري. كل الاماكن الاداريه في الدوله فازله وعلى راسها مصلحه الضرائب المصريه. كل اللي جنيناه ان احنا بنكشف فسادهم على مدار سنوات في اهدار للمال العام واهدار في الصناديق وفساد في اللجان. اليوم بصي لمصلحه الضرائب هتخرج عن بكره ابيها كلها. كم مصلحه الضرائب هنا؟ كم دلوقتي تباعا المأموريات بتغلق في كل مكان في القاهره وفي محافظات الجمهوريه، وبيتم توجيه جميع العاملين للحشود امام المصلحه، وان شاء الله سوف اتوجه بالحشود الى مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وستوجه بهم الى النائب العام بعد ان هددني احمد رفعت بالسحل والفرم تهديد صريح، وقد تم الابلاغ عنه وانا بعلنه دلوقتي في كل مكان اني لن اسكت على هذه القرارات الفاسده، ويجب عليهم اتخاذ القرارات الصواب في صالح العامل المصري الذي اهين في كل مكان وبالخاصه مصلحه الضرائب السياديه، والا سيكون التصعيد خطير. اسمي محمد رافض عبد الله، مامور من مكافحه التهرب الضريبي. احنا دلوقتي كنا واقفين ضد الظلم، ضد الفساد اللي بيحصل في المصلحه. الثوره المصريه قامت عشان النهارده اليوم الكام للاسف؟ النهارده اليوم العاشر. استاذ عمرو معانا النهارده اليوم العاشر. ثلاثة واربعة وخميس وجمعة وسبت وحد واثنين وثلاثة واربعة، النهارده التاسع. النهارده اليوم التاسع، احنا واقفين ضد منيرة الماضي زوجة سامع عنان، لانهم هم اللي عاملين الفساد في المصلحه، هي واحمد رفعت. احمد رفعت ما هو الا عباره عن اداه في ايديها، هي بتحركه يمين وبتحركه شمال. الاسم في القرار والاسم مش في القرار مش هيمشي. كلنا قاعدين هنا مع بعض ضد الفساد، ضد اللجان اللي بيتحط فيها 60 اسم وهم بيبقوا ثلاثه وبياخدوا مكافئات من الشعب المصري. احنا بنلم الضرايب من الشعب المصري عشان الحراميه فوق يسرقوها، عشان كل عصابه الفساد يسرقوها. احنا معانا قايمه باسامي الفساد وقايمه باسامي المخالفات اللي هم عاملينها، سواء في اللجان سواء في الصناديق. الصناديق بتاعتنا كلها مسروقه. احنا ضد الفساد بجميع اشكاله. تم فصل كم واحد لحد دلوقتي؟ تم فصل لغايه دلوقتي 49 واحد من المصلحه. 49 واحد فصل. قرار الفصل صدر من مين؟ الفصل دوت بناء عن منيره القاضي للوزير، لان الوزير قالها لنا صراحه. الوزير قال انا ما اقدرش اجي جنب منيره القاضي لانها مرات رئيس اركان في المجلس العسكري. الثوره المصريه اتخطفت، الثوره المصريه احنا قاعدين لغايه اما تتم في جميع مؤسسات الدوله ومن اولها مصلحه الضرائب المصريه، لان احنا بنلم فلوس من الغلابه عشان الحراميه يسرقوها عشان هم يتمتعوا بيها. المليارات اللي بتتهرب بره، الفلوس اللي بتتهرب بره دي فلوس الشعب المصري. احنا للاسف مامير الضرائب بنلمها من الشعب الغلبان نديها للحراميه عشان يهربوها بره. من النهارده مفيش سكوت، من النهارده الثوره لازم هتقوم. الاخوان خذلونا ودي حقيقه، الاخوان خذلونا. احنا اخترنا الاخوان خذلونا وباعونا للاسف المجلس العسكري بمجلس الشعب، اتفقوا على الشعب المصري، انما الشعب المصري هيركن المجلس العسكري وهيهزمه وهيهزم مجلس الشعب، وثوره القياده هتقوم هنا في مصر، لان مصر خير جنود الارض.